الحصيلة ديال 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة اللي بعد زوال الأمس إلى الساعة الرابعة ليومه الخميس 21 ماي 2020، حيث إن المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري سواء منها التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو لمؤسسات الطب العسكري أو الدرك الملكي، مجموعة المختبرات أكدت لنا ما مجموعه 78 حالة جديدة مؤكدة مخبريا، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة ببلادنا منذ بداية الوباء 7211 الحالة.